السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا تلاميذي الأعزاء. النجاح يبدأ بخطوة، كما يقول المثل الصيني: أطول رحلة تبدأ بخطوة. لا ننظر أمام أقدامنا، نبصر بعيدا وعاليا حتى نرسم معالم مستقبلنا ونسلكها بخطى ثابتة متدرجة. سلسلتنا طريق النجاح لنيل شهادة التعليم الابتدائي تضم في حلقاتها أفكاراً عملية للتفوق والاستعداد النفسي العقلي والعملي. Des astuces pratiques pour réussir en sixième année. الحلقة الثالثة: الاستعداد العملي. La pratique. إن نجاح أي متعلم في الامتحان رهين باشتغاله على البعد العملي المتمثل في الإجراءات العملية لاجتياز الامتحان قبل، يوم، عند بداية وبعد الامتحان. قبل الامتحان، الشهر الأخير، القيام بمراجعة فردية عامة للمواد. لقد تعرفنا عن معنى المراجعة في الحلقة الثانية. حضور حصص الدروس الأخيرة لاحتمال إدراج بعضها في الامتحان. الأسبوع الأخير، عدم تكثيف حصص المراجعة لأن المراجعة المنتظمة تغني عن ذلك. الاهتمام بالصحة الجسدية تجنبا للمرض وبالصحة النفسية أساسا طردا لقلق الامتحان. التعرف على مكان الامتحان وموعده. اليوم الأخير، عدم إرهاق النفس بالاستعداد للامتحان، فالنقطة يحددها عملك في الامتحان لا في الليلة التي تسبقه. تهيئ الأدوات اللازمة، ساعة، حاسبة، أقلام حبر وملونات وإلى غير ذلك. بالنسبة للحاسبة، بالنسبة للمستوى السادس فهي ممنوعة. القيام بفسحة للترويح عن النفس. النوم في الوقت المعتاد. يوم الامتحان، صلاة الصبح وتلاوة القرآن وسؤال الله تعالى التوفيق. تناول الفطور بالتركيز على ما يقوي الذاكرة وينشطها مثل العصير والزبيب. التأكد من الأدوات. مغادرة البيت متوكلا على الله وواثقا في النفس ونائلا رضا الوالدين. الحضور باكرا في المؤسسة وتجنب تجاذب الحديث مع الزملاء حول الأسئلة المحتملة في الامتحان لأنها تزيد من التوتر. عند بداية الامتحان، دخول قاعة الامتحان والجلوس في المكان المخصص وإخراج الأدوات ووضع الساعة أمامك. الدعاء. قال تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. أعيد: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. استلام ورقة الامتحان بهدوء وملء المعلومات الأساسية. عدم المبالاة بمن يبدأ الإجابة. عدم المبالاة بمن يبدأ الإجابة من أول لحظة، فأنت تجني الثمار بحسن تعاملك مع الأسئلة. التعرف على عدد الأسئلة والوقت المخصص للامتحان. عند بداية الامتحان، قراءتها أكثر من مرة، أي قراءة الأسئلة، مع الانتباه لمفاتيحها حتى يتسنى معرفة المطلوب من كل سؤال بدقة. توزيع الوقت المخصص للامتحان على الأسئلة حسب أهميتها، مع ترك وقت لمراجعة الإجابات. إذا كان لا يراعى الترتيب في الإجابات عن الأسئلة، يمكن وضع علامتي صواب أمام الأسئلة التي تتقن الجواب عنه كاملاً. إذا وبالنسبة للمستوى السادس فيمكنكم إذا الأجوبة عن الأسئلة بدون ترتيب، لا مشكلة، فقط الإشارة إلى رقم السؤال. وضع علامة صواب أمام الأسئلة التي تجيد الجواب عن شق منها. وضع علامة الخطأ أمام الأسئلة التي يستعصي عليك الجواب عنها. إذا
بعجالة، أي أنكم حينما تكون متأكدا من الجواب يمكنك تسجيله في الورقة، وحينما تكون غير متأكد من الجواب تكتبه في ورقة الوسخ، وحينما لا تعرف الجواب تضع علامة حتى تقوم بتذكره بتسلسل وبروية إلى نهاية الامتحان. عند بداية الامتحان كذلك البدء بتسجيل الأفكار المفتاحية للأجوبة، وإذا عرضت لك على ذهنك بعض الأفكار عن الأجوبة أثناء القراءة الأولى للأسئلة من الأحسن تدوينها في المسودة حتى لا تنسى. إذن كلما عرضت لك في ذهنك بعض الأفكار عليك أن تقوم بتسجيلها في ورقة الوسخ. وإذا كان السؤال مقاليا، إذن هناك بعض الأسئلة المفتوحة خصوصا في اللغة العربية وفي اللغة الفرنسية فيما يخص مثلا أسئلة أجيب في الشق الخاص بالفهم، فهناك بعض الأجوبة التي تكون مفتوحة ويجب الإجابة عنها بثلاثة أسطر أو أربعة أسطر. وكذلك في مادة اللغة الفرنسية les questions de compréhension il y a beaucoup de questions التي تكون لديها أجوبة مفتوحة. فاستغل الدقائق الأولى لوضع تصميم أولي للإجابة عنه. الشروع في الإجابة عن الأسئلة التي وضعت عليها علامتي الصواب حتى تحس بالتقدم في الإجابة، مع التقيد بالوقت الذي خصصته لكل سؤال، لأنه عادة ما يأخذ منك الجواب عن السؤال الذي تملك فيه معلومات كثيرة وقتا طويلا. نعم، إذا لم تنتهي من الإجابة عن سؤال معين انتهى الوقت الذي خصصته له، فأمامك حالتان: الأولى إذا كان إتمام الجواب يستغرق وقتا قصيرا لا يخل ببرنامجك الوقتي فأتمه، الثانية إذا كان إتمام الجواب يأخذ منك وقتا طويلا وكبيرا فدع مكانا فارغا في الورقة وانتقل الإجابة عن سؤال آخر، فقد تجيب عن إحدى الأسئلة في وقت أقصر مما خصصت له فتتاح لك فرصة لإتمام الجواب. إذن بخلاصة يمكنني أن ألخص لكم هذه النقطة، أي حينما قمت بتسجيلي في الورقة عن الأسئلة التي أعرف لها جيدا أو أستطيع الإجابة عليها بكل سهولة وحددت الأسئلة الصعبة، آنذاك يمكنني الشروع في الإجابة. لكن حينما تشرع في الإجابة لابد عليك أن بعض الأجوبة تكون أجوبة طويلة جدا وتستهلك منك وقتا وأنت تعرف الجواب، لكنها يمكن أن تضيع لك وقتا أطول، وبالتالي أترك لها حيزا من الأسطر واذهب إلى السؤال الموالي. تحرر الإيجاز والدقة في الإجابة تقليلا من فرص الوقوع في الخطأ بالفعل. إذن ما قل ودل، إذن يجب عليكم الإيجاز والدقة، كثرة الحشو والإطناب يمكن أن توقع بكم في الخطأ، وبالتالي عليكم كتابة ما قل ودل. الاعتناء بورقة التحرير، مباعدة بين السطور ووضوحا للخط والمعنى وحفاظا على التسلسل المنطقي للأفكار ودقة في إعداد الجداول والرسوم وتبيينا للنتائج والحلول. دائما يجب أن يكون حصول الخط والتباعد عن السطور ضروري، لأن هناك بعض الأساتذة المصححين الذين يكون لديهم مشكلة في النظر ولا يستطيعون أن يميزوا بين خطك أو يميزوا بين الأحرف أو الأرقام، وبالتالي يجب عليك مباعدة بين السطور لكي يبدو خطك أكثر وضوحا. كذلك الدقة، عليك أن تدقق، يجب عليك أن تدرك بأن ذلك الشخص لا يعرفك، وبالتالي كل رقم أو كل حرف يجب أن تعطيه حقه. وتبيينا للنتائج والحلول، طبعا الحلول يجب أن تقوم بتأطيرها خصوصا في مادة الرياضيات، وتعيينا لمبدأ ومنتهى كل إجابة. إذن حينما أبدأ الإجابة أضع رقم السؤال، وحينما أنتهي أضع نقطة، وذلك تسهيلا لعمل المصحح الذي ينصف في التصحيح إذ إن وجد الورقة منظمة لا تستغرق منه وقتا كبيرا بالفعل. فالمصحح حينما يتعامل مع الورقة إذا وجد أنها منظمة إلى غير ذلك يمكن أن يكون متعاطفا مع تلك الورقة بشكل أكثر.
أخذ وقت قصير للراحة بين الفينة والأخرى لإراحة الذهن وفسح المجال لك أو لتنظيم الأفكار وترتيبها. المرحلة الأخيرة من الامتحان، عدم مغادرة قاعة الامتحان أبداً، لا تغادروا قاعة الامتحان. فبمجرد انتهاء من الإجابة عن الأسئلة لا تستعجل ولا تلقي بالأسئلة عن بالأسئلة للتلاميذ الآخرين أو باللاسلوك للآخرين، فهذا لا يجوز. عليك بمراجعة أجوبة الامتحان مراجعة متأنية تعديلا لما يستحق التعديل، خصوصا أن إذا ظهر لك بعض لا تغير أجوبة في آخر لحظة، لأن آنذاك يمكنك أن تسمع جوابا من جهات مختلفة وتقوم بتغيير الجواب، فهذا شيء خاطئ. قم فقط بتعديل الخط وتوضيح الأرقام، التسطير على العناوين، تزيين الورقة فقط. يمكنك كذلك إذا ظهرت لك بعض أخطاء أنت ومن تلقاء نفسك يمكنك أن تصححها، لا تكترث للأجوبة التي تسمعها من هنا وهناك. بعد الامتحان، تجنب التأكد من صحة الإجابات أو خطأها مع الزملاء، لأنك حينما تسمع كثرة الأجوبة يمكنك أن تحس بالتوتر وتحس بتأنيب الضمير وتحس بمجموعة من الأحاسيس والمشاعر التي يمكن أن تزيد الطين بلة، وبالتالي عليك الاستراحة والاستعداد للامتحان الموالي. يجب عليك أن تقوم بتصفية ذهنك والذهاب إلى مكان منعزل وأن تقوم بالاستراحة والاستعداد للامتحان الموالي لا غير. تلاميذي الأعزاء، أتمنى أن تكون هذه السلسلة قد أفادتكم. في أمان الله، موفقين بإذن الله. السلام عليكم.